حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية ورياح محملة بالرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون وطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة، ووصلنا إلى ذروة الموجة الحارة، أعلى درجة حرارة في عام 2023 لحد دلوقتي بتضرب معظم أنحاء الجمهورية. الحرارة في القاهرة بتوصل لـ40 درجة مئوية، بتوصل في بعض محافظات الصعيد إلى 43 درجة مئوية. أكيد موجة شديدة الحرارة، والأسوأ إنها مش حر فقط، لا كمان في رياح محملة بالرمال والأتربة على معظم القطاع الشمالي في جمهورية مصر العربية، يعني سواحل شمالية، وجه بحري، مدن القناة، القاهرة، ممكن توصل كمان لشمال الصعيد. فأكيد في تحذيرات كتيرة جدا جدا من الأرصاد الجوية، إزاي هنتعامل مع هذا الطقس، امتى تنتهي وتنكسر هذه الموجة الشديدة الحرارة خلال الفترة الجاية ان شاء الله. بشرفنا يكون معانا دكتور محمود القياتي، عضو مركز الاعلامي في الارصاد الجوية. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور عثمان، وصباح الخير على كل متابعي تلفزيون الوطن. يعني في البداية الحرارة 40 على القاهرة، 43 على الصعيد، يعني موجة شديدة الحرارة اعتقد اكتر درجة او اكبر درجة تم تسجيلها في عام 2023 حتى هذه اللحظة. بالفعل احنا اليوم تحديدا تحت تأثير منخفض خماسيني مكتمل الأركان. زي ما احنا عارفين ان المنخفضات الخماسينية هي سمة أساسية من سمات فصل الربيع، ده بيتشكل على كتل هوائية بتتشكل على جبال الأطلس، بتبدأ تمر في صحراء إفريقيا بمحاذاة ساحل البحر المتوسط إلى أن تصل إلى الصحراء الغربية لمصر، وبالتالي عند وصولها لمصر بتكون اكتسبت كمية طاقة حرارية عالية جدا بتأثر على مصر برمال وأتربة مصارة بشكل كبير مع ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة. المنخفض ده موجود معانا، هيسيطر على أغلب مناطق الجمهورية اليوم وغدا على كافة الأنحاء. العظمى معاها توصل ما بين 39 ل40 درجة مئوية، ده اليوم وغدا إن شاء الله، ده على القاهرة الكبرى والوجه البحري. اليوم تحديدا على السواحل الشمالية العظمى هتكون 37، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد ممكن توصل ل43 درجة مئوية. يعني زي ما حضرتك أشرت، أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار. كمان ارتفاع درجات الحرارة ده خلال ساعات النهار هيخلي درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل مرتفعة عن كل الليالي الماضية. يمكن هذه الليلة هنسجل درجة حرارة عالية جدا هتكون في حدود 27 ل28 درجة مئوية على أغلب مناطق الجمهورية، ودي هتكون أقل درجة حرارة هيتم تسجيلها في فترات الليل. كمان اليوم تحديدا مع إثارة الرمال والأتربة، زي ما كلنا ملاحظين منذ ساعات الصباح في رمال وأتربة مصارة بشكل كبير على العديد من مناطق الجمهورية، سواء القاهرة الكبرى أو الوجه البحري أو السواحل الشمالية ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد. انخفضت معها مستويات رؤية أفقية خاصة على الطرق لحوالي 2000 متر، ودي بتصنف انها طبعا رؤية منخفضة جدا على الطرق، فبالتالي بننصح السادة السائقين على الطرق خاصة الطرق الصحراوية بتوخي الحذر التام. مع وجود درجات الحرارة المرتفعة ومع وجود نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة ده، بنلاقي بعض تكونات للسحب المتوسطة والعالية على الجزء الشمالي من الجمهورية، اللي بالفعل متوقع معها تساقط أمطار هتكون من متوسطة لخفيفة في بعض الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية للجمهورية. ممكن تمتد في بعض الفترات وفي بعض الأحيان لبعض مناطق من محافظات الوجه البحري، وفرصة ضعيفة إن الأمطار دي تمتد على هيئة أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة على مناطق من القاهرة الكبرى. ده الوضع اليوم وغدا، هو مشابه بشكل كبير، متشابه ما بين اليوم والغد بشكل كبير. يمكن غدا تحديدا نلاقي انخفاض بمعدل درجتين لثلاث درجات فقط في درجات الحرارة على السواحل الشمالية، فيما عدا ذلك طقس الجمعة مشابه بشكل كبير جدا لطقس الخميس. تمام. طيب دلوقتي في كذا حاجة مهمة قلنا، في درجة حرارة مرتفعة 40 درجة، في رمال وأتربة ومصارة في الجو. أبرز النصائح إيه، خصوصا إن احنا شفنا في بيان الأرصاد الجوية تحذيرات شديدة من التعرض للشمس خصوصا ما بين الساعة 12 الظهر لـ4 العصر، إيه سبب هذا التحذير وإيه كمان باقي التحذيرات لكل اللي بيشوفونا دلوقتي؟ التحذير ده الفترة اللي هي ما بين 12 الظهر لـ4 أو 5 العصر، دي الفترة اللي بتكون فيها ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، واللي بالفعل متوقع فيها أننا نوصل لدرجات حرارة ما بين 39 لـ40 درجة مئوية. فأصدرنا تحذيراتنا لكافة المواطنين بالمفترض أو اللي يستحسن عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واللي اضطر للخروج طبعا يرتدي أي غطاء للرأس عشان يقيه من ضربات الشمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. تمام. خاصة أن دي أول درجة بهذه القيمة نوصل لها خلال هذا الفصل أو خلال هذا العام تحديدا،
كمان بالنسبة لمرضى الحساسية الصدرية ومرضى الجهاز التنفسي بوجه عام، إثارة الرمال والأتربة بتسبب لهم مضايقات كتير جدا وبتسبب لهم بعض الأعراض، وبالتالي بننصحهم طبعا إن اضطروا للخروج في هذه الأجواء المثيرة للرمال والأتربة، بننصحهم بارتداء الكمامات. كمان بسبب الرمال والأتربة المصارة على الطرق اللي بتؤدي لانخفاض مستويات الرؤية الأفقية، وجهنا تحذيراتنا للمواطنين، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور على كافة الطرق وفي كافة المحافظات المعرضة للرمال والأتربة المصارة، وطبعا بننصح السائقين بتوخي الحذر التام أثناء القيادة، وإن شاء الله ربنا يسلم والأمور تعدي على خير إن شاء الله. آخر حاجة معانا يمكن حاجة شائعة جدا جدا، الناس بتقول دايما ده 40 دي في الظل، امال في الشمس بتبقى كام؟ يا ترى لما بتحذروا من التعرض للشمس وان درجات الحراره بتقاس في الظل وليس تحت اشعه الشمس، تحت اشعه الشمس ممكن نقول الدرجه بيزيد قد ايه عن مقدارها في الظل؟ كويس ان حضرتك اثرت النقطه دي تحديدا، دي نقطه احنا بنعاني منها من فتره، المواطنين دايما بيسالوا طب درجه الحراره في الشمس هتكون عامله ازاي؟ خلينا نقول ان درجة الحرارة في الشمس علميا وطبقا لتقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لا يمكن ابدا قياس درجة الحرارة تحت اشعة الشمس، لان الشمس هي مصدر اساسي للتسخين، احنا بنقيس درجة حرارة الهواء اللي احنا بنتأثر بيه، وبالتالي لما حد هيقف تحت اشعة الشمس 5 دقائق اكيد هيحس بدرجات حرارة مختلفة عن واحد وقف تحت اشعة الشمس حوالي ساعة، ولكن احنا بناخد درجات الحرارة في الظل كمؤشر لحالة الطقس العام ودرجة حرارة الهواء، لكن تحت اشعة الشمس اكيد بتكون الاجواء يعني ساخنة بشكل كبير، والناس بتستشعر بيها بوجه مختلف من شخص لاخر عند تعرضه لاشعة الشمس، دي نقطة مهمة جدا كنا حابين نوضحها. يعني دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بنشكرك شكرا جزيلا، والشكر أكيد موصول لكل متابعي تلفزيون الوطن، خلي بالكم من صحتكم وتابعوا دايما نشرة الطقس عبر شاشة تلفزيون الوطن، وهنقول لكم كمان تطورات الحالة الطقس خلال الساعات اللي جاية ومتابعة مستمرة سواء عبر الموقع الرسمي الوطن أو حتى عبر شاشة تلفزيون الوطن، شكرا جزيلا لكم.